وهل القنوت يكون جهرا أم سرا؟ روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع يجهر بذلك، والجهر هو في دعاء النوازل كما في الحديث. قال العلماء: الجهر بالقنوت يكون للإمام إذا صلى الوتر أو الصبح، وذلك ليسمع المأمومون ويؤمنوا. أما للمنفرد فيسن الإصرار به حتى لا يكون في الجهر رياء أو تشويش أو ضرر بالغير، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن يرفعون أصواتهم بالقرآن في المسجد: كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، كما رواه أحمد. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والله أعلم.